باستقرائنا للفصل 117 من الدستور المغربي الذي جعل من الأمن القضائي حقا دستوريا، حيث نص على ذلك بما يلي: يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون. وبالتالي يكون المشرع الدستوري قد فرض على القاضي تولي تحقيق هذا الأمن الذي يبدأ باحترام كل الضمانات وتحقيق الجودة واستقرار الاجتهاد القضائي وفق روح التشريع من أجل تحقيق هذه الغاية وتوطيد الثقة في القضاء المغربي. وقد خلص تقرير النموذج التنموي الذي راهن عليه صاحب الجلالة حفظه الله لوضع المغرب على المسار الصحيح للتقدم وتحقيق كل من العيش الكريم والكرامة والرفاهية التي يستحقها المواطن المغربي، عبر إطلاق جيل جديد من المشاريع والإصلاحات المندمجة والعميقة والتي تجعل هذا المواطن في صلب الاهتمامات الأساسية. وكالعادة معي في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع الفاعل الحقوقي والسياسي عبد الصمد السيح. عبد الصمد، أهلا بك. أهلا سكينة، أهلا بمشاهدي البرنامج كومنتير والمواضيع المثيرة التي نناقشها خدمة للصالح العام. إذن عبد الصمد، كما أشرت في مقدمة البرنامج، الفصل 117 من الدستور المغربي بصريح العبارة يؤكد أن القاضي يتولى حماية الأمن القضائي للمواطنين. أولا أسألك عن قراءتك لهذا الفصل. هو سكينة الموضوع ليس بالموضوع السهل أن نناقشه اليوم في حلقة واحدة أو مجموعة من الحلقات، لأنه موضوع له ارتباط مباشر بالحياة اليومية للمواطنين وله علاقة مباشرة بكرامة المواطن وعيشه الكريم. لأن إذا كانت لدينا منظومة قضاء ومنظومة عدالة يعني جيدة، سيكون الباقي كله بخير وعلى خير. ولكن إذا كانت لدينا منظومة عدالة فيها خلل، سواء على المستوى الشكلي، سواء على المستوى الجوهري، سواء على المستوى التطبيقي أو التنفيذي، سنكون مهددين في أي وقت من الأوقات بأمور أتجنب ذكرها في هذه الحلقة. بالنسبة لقراءتي للفصل 17 من الدستور، وحتى لا ينسى المغاربة أو ينسى أو يتناسى بعض المسؤولين، بأنني شخصيا كنت قد تعرضت لمحاولتي قتل إبان تعبئة المغاربة سنة 2011 من أجل تصويتي لهذا الدستور. يعني كان من الممكن أن عبد الصمد السيح اليوم لن يكون معكم، لأنه توفي من خصوم هذا الدستور، وكانوا كيقولوا بأنه دستور ممنوع فقط وما ضده. لكن إيماننا بأننا ممكن أننا ندير دستور يعطي للمغربي كرامته ويعطي للمغربي العيش الكريم الذي نناشده ويعطيه المساواة، انخرطنا في التعبئة لصالحه وضحينا بالغالي والنفيس من أجل أن تنعم المملكة المغربية بالاستقرار. فالفصل 117 كما ذكرتي يحمل للقاضي، وهنا أنا لن أوجه الكلام القاضي الذي يسير الجلسات أو قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة عندما يكونون يمارسون مهامهم، قدر ما أوجه هذه الكلمة للقاضي الأول اللي هو جلالة الملك. لأن القاضي الأول في المملكة المغربية هو جلالة الملك، وهو أولا رئيس المجلس على السلطة القضائية، هو الذي تنطق الأحكام باسمه، هو الذي تفتح وتختم الجلسات باسمه. إذن القاضي الأول لدينا الذي يحمي أمن المواطن هو جلالة الملك. هذه النقطة بالذات هناك بعض القضاة وبعض المسؤولين يتلاعبون بها كما يشاءون. فمثلا عندما نرى مواطن في شريط فيديو يخرج وينتقد أحكام قضائية أو يتهم قضاة معينين، لا تتم عملية البحث مع ذاك القاضي من جهة مستقلة، قد تكون استخباراتية لتتأكد من المعلومات التي صرح بها المواطن، ونقوم بمتابعة المواطن بأهانة رجال القضاء
وهاد المساله هادي كياخذوا الغطاء ديال جلاله الملك اللي هو رئيس مجلس اعلى السلطه القضائيه حتى يضمنون لانفسهم الحمايه وربما في بعض الاحيان القداسه. لان عندما اتكلم على القضاء انا احب ان اتكلم على منظومه العداله ككل، ليس القضاء وحده في شقه المتعلق بالاحكام او المتابعات، حتى في شقه المتعلق بالدفاع، لان المحاماه جزء من منظومه العداله في المغرب، الموثق جزء من منظومه العداله، المفوض القضائي جزء من منظومه العداله. ولكن مع الاسف اليوم نرى واحد السلوكات، بحال انا مثلا واحد النهار في واحد الجلسه تاع انا اتتبع مجموعه من الملفات، مجموعه من الجلسات، مجموعه من القضايا في المحاكم لاضع خلاصه لما يقع من خلل داخل منظومه العداله، ابتداء من شكلياتها، لان ملي كنقول الشكليات طريقه الولوج الى المحكمه، طريقه او مرور اطوار الجلسات، طريقه مرافعه النيابه العامه، هذه امور كلها في الشكليات. علاش الدول العظمى ناجحه؟ لانها الرمزيات والشكليات تلعب لها دور كبير في انجاح استقامه المجتمع وانضباطه وحمايه له لامنه. فملي كندخل مثلا انا غندير الشكليات كما قلت لك، راه منظومه العداله راه ملف كبير جدا، واتمنى خالصا انك في الحلقات القادمه بدا تجيبي ضيوف عندهم ملفات وناقشوا المشاكل اللي عايشوا. نعم. اين يقع الخلل في ديك الدراسه ديال ديك الملفات باش نبينوا لهم الحقيقه، لان احنا مغاربه داخل المغرب نناقش هذا الموضوع داخل المغرب، ماشي نزايد على الوطن خارج ارض الوطن. نعم، وقد توصلنا بطلب، سيكون لدينا ضيف في الحلقه المقبله ان شاء الله. هذه مسألة جيدة، لأننا ننطلق من دراسة الحالات ماشي من سيناريوهات، ماشي من بلاغات أو معطيات في وسائل الإعلام، لا، الواقع كيف تمارس هذه المسألة المتعلقة بحق المواطن في العدالة والتي تضمن له بطبيعة الحال العيش الكريم. فملي كيجيو الشكليات كنلقاو بأننا داخل المحاكم نتكلم على ثلاثة أطراف، نتكلم أولا على قضاء الحكم، ونتكلم اللي هو يسمى القضاء الجليس، نتكلم عن النيابة العامة التي تجنب العموم واللي هي القضاء الواقف، ثم نتكلم عن هيئة الدفاع. هنا اليوم نجد أن هناك خلل ما في هذه المنظومة، اللي كل واحد باغي يمارس مهمة ديالو غير مخولة له. ملي كنقول القضاء الجليس هو قضاء الحكم، ولكن عندما نتكلم عن النيابة العامة، وأنا تابعت مجموعة من الجلسات، النيابة العامة في مرافعاتها وفي تدخلاتها لا تحترم الشكليات في القاعة تاع المحاكم. ملي كنقول لك قضاء واقف، مرافعة النيابة العامة يجب أن يكون واقف النائب العام، وكيل الملك أو النواب ديال وكيل الملك أو الممثلين ديال الوكيل العام يديروا مرافعة وهما واقفين، ماشي هما باركين ولا يباركوا كيقول لي اسناد النظر، لا، حيت الشكليات مهمة. ثم شكليات أخرى، عندما نتكلم عن أطراف الدعوة نتكلم عن المشتكي ونتكلم عن المتهم، هناك تمييز داخل القاعة تاع المحاكم في المغرب. علاش؟ المتهم نضعه في قفص الاتهام منذ البداية، كأننا نحكم عليه منذ البداية بعدم براءته. ها الخطأ الأول، هادشي تجاوزناه في دستور 2011 وتجاوزناه في المغرب ديال 2023. المتهم لا يجب ان يقف مثله مثل المشتكي حتى تثبت ادانته ودير الحبس مباشره، حيت الشكليات هي اللي كتعطينا الجوهر ديال العمل والاداء ديال المنظومه ديال العداله ككل. هادشي مغيب عندنا في المحاكم ديالنا، باقي عندنا قفص الاتهام، وباقي عندنا النيابه العامه تترافع وهي جالسه على كرسيها، وباقي عندنا امور اخرى اللي خطيره جدا وانا عايشتها. مثلا القاضي يستنطق متهم في ملف ما وقال ليه راه هذا الشخص هو مسا بشخص جلاله الملك، اجي باش كيجاوب واحد القاضي، هذا حبط ليه، قال ليه ومن تكون انت لتدافع عن الملك؟ قال لي شكون انت اللي تدافع عن الملك؟ ايوا تصوري معايا، هذا قاضي حكم يحافظ على امني، الامن القضائي للمواطن، كيقول المواطن شكون انت؟ اذا هو ليست له درايه بان المواطن الذي يقف امامه هو مصدر كل السلط، هو مصدر التشريعات، هو مصدر تاسيس المؤسسات،
هو مصدر الرفع او الخفض من الاجور، حيت الشرعيه ملي كيستمدوها من البرلمان هو الذي يشرع. اذن انت ملزم بالقوانين والتشريعات التي نصها المشرع المغربي. نحن نعيش صراحه حيت كل واحد ولا يلغي بالغاه، القاعده راها ثابته وواضحه، ولكن هناك اناس يفصلونها على هواهم. نتمنى حنا قلت لك هذا الموضوع صعب جدا ان نتطرق له في سؤال او سؤالين، لان لدينا في جعبتنا كثير ما نقوله، لكن كما تعلمين باننا رانا نعد تقريرا متكاملا حول اداء منظومه القضاء والقضاء الذي نريد في المستقبل، سواء على مستوى شكليته او مستوى ما يجب ان يتوفر في القاضي قبل ان يكون قاضي. حيت لا يمكن انك تخرج من الجامعه وتدوز عامين في المعهد وتجي تولي قاضي، لا يمكن، لان القاضي فيه صفات كثيره جدا يجب ان تتوفر فيه حتى يجلس على كرسي الحكم. حاليا نحن نفتقد لهذه المساله، خص شروط، خص اول شيء يكون في القاضي الان انه مادام اننا كنتكلموا على التجنيد الاجباري، خصو يكون مر من التجنيد الاجباري باش يقدر يبوستولي للقضاء. خصو على الاقل يدوز 5 أو 6 سنوات في مهنه المحاماه، ماشي نجيب واحد من الجامعه خدا اجازه في القانون ودوز له سنتين. حيت تكون الاكاديمي ماشي معيار، التجربه الحياتيه هي المعيار. علاش التجنيد الاجباري؟ لان لا ديسيبلين، هادشي التجنيد يعلمك الانضباط وماشي الانضباط، بينفهم ان ملي كتكون لدي بدله الهندام ديالي، الجلسه ديالي، الصباط ديالي، طريقه تعاملي مع الناس، اتكلم في حدود الموضوع، اناقش بطريقه، هذه امور اليوم اصبحنا مجبرين منها. ثم مساله اخرى، من بعد كورونا لهنا الجلسات عن بعد، المحاكمات كثيره عن بعد، علاش؟ فين المعين المجرد للقاضي لذاك؟ وشكون اللي قال لي لهذاك القاضي ماشي انا، هذاك القاضي شكون اللي قال لي بان الشخص الذي استنطقه عن بعد راه واقف حداه واحد والكاميرا هز عليه فردي كيقول لي قول ولا ما تقولش مثلا؟ انا كنتكلم. اذا اليوم خصنا نعيد النظر في هذه الامور التي تحدث، ما نستغلوش الوباء جائحه كوفيد 19، وما نستغلوش ان المواطن المغربي مسكين مهموم يفكر في قوته اليومي، يفكر في الكرا والضو والما والصفر ومدارس الاولاد، ومنين غيجيب القوت اليومي ديالو، ويتجاوزوا هذه الشكليات اللي هي اساسيه من اجل ضمان العيش الكريم للمواطن. أنا بتصمد بعد أن مرت يعني أزيد من 12 سنة على تبني المغرب لدستور سنة 2011، ومرت سنتان كذلك تقريبا على تبني النموذج التنموي الجديد الذي جعل من بين أهدافه الأساسية هو تعزيز الأمن القضائي، وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، كهدف أساسي لتوطيد دولة الحق والقانون، وكهدف يظل رهينا بضرورة إزاحة وتجاوز العوائق التي تحول دون تكريس دعائم دولة الحق والمؤسسات ذات الصلة بالعدالة. في مقدمتها ضمان احترام تراتبية القواعد القانونية وتعزيز الرقابة القضائية على شرعية القرارات الإدارية، وضمان التوافق بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب، ومراجعة القوانين المتجاوزة أو غير القابلة للتطبيق. إذن عبد الصمد، بعد ما قرأته الآن وبعد الخلاصة التي أدليت بها عن الوضع الحالي في المغرب، هل يمكننا الحديث عن الأمن القضائي المغربي؟ خصني نكون صريح. نعم. حيت باش ممكن نزيدوا الأمام أو نتقدموا للأمام، خصنا ضروري أننا نتكلموا بصراحة، والتشخيص ديالنا يكون واقعي مبني على ما يعيشه المواطن، ماشي مبني على التقارير التي سأوجهها للمنظمات الدولية باش أنهم يصفقوا لي ويقولوا برافو راك أنت غادي مزيان، ولكن الواقع في الممارسة واقع مؤلم. لا يمكن اليوم في المغرب أن نتكلم عن الأمن القضائي للمواطنين بتاتا بأي وسيلة أرادوا أن يبرروها، لا يمكن، لا على الشكليات، لا على طريقة التحقيق مع المواطنين. تصوري معي بأن قاضي تعطيه 100 ملف يبت فيه في يوم واحد،
أين هو الأمر القضائي؟ كيف يمكن للقاضي أن يتذكر ما قاله مع 450 واحد ولو أن عنده ملف إلا رجع لذاك الملف ونشوفوا ما يدون فيه راه غادي نفهموا، ونمشيو للمحاضر اللي كيدونها كاتب الضبط ديال الجلسات غادي نفهموا. لا يمكن الحديث عن الأمن القضائي في المغرب لمجموعة من الأمور. أول شيء، عندما أقول الأمن القضائي هو مرتبط بشكل مباشر في ثقة المواطن في تلك المؤسسة التي يلج إليها. أنا تكلمت، وهذوك البريغاد غويال دانفورماسيون اللي كيفاليديو دي جوج وهذا يجيو حدا المحاكم ويسمعوا على ودنيهم. سهلة هاد الخطوات، أنا كلها درتها، سمعت الناس في المقاهي، سمعت الناس في محيط المحاكم، جاو عندي المئات على التظلمات تاع الناس، يتظلمون على كل الشكليات من النيابة العامة للأحكام، يستغربون تمييز الأحكام، النيابة العامة لا تتأكد من الأدلة، تتابع الناس بأدلة مصورة، الأحكام فيها التمييز اللي كيديروا ليه القيمة ديالو ب 3000 درهم هو خاسر مليون الفرنك على المحامي وعلى المسطرة ديالو، اللي كيديروا ليه مليون هو بدون أي دليل، اللي كيعطيوه 3000 درهم ويحكموا عليه بوثائق ما كايناش. هادشي كاين عندنا وسلمناه المفتش العام وصيفط لجنة، وهادشي ثابت. المواطن كيدير شكاية كيبقى 3 سنين هو تابعها، واخا القانون كيقول 60 يوم. فين هو الأمن القضائي؟ أين هو الأمن القضائي؟ ما هو الأمن القضائي؟ أغلبية الناس كيسولو كيقول لك ولكن شي حد ندورو معاه، هذه إساءة المنظومة ككل. يعني المواطن ولا كيفهم أنه إذا أراد أن باش ياخذ حقه خصو يسلك مسلك آخر من غير مسألة تراتبية القوانين، ذكرتيها ليا، من غير احترام التشريعات التي شرعت. انا نعطيك امثله كثيره، بغيت مثلا نعطي الامثله، ما يكفينيش شهر ديال الكلام، يكفينيش الامثله. الناس كيديروا شكايات ما كتبتش من النيابه العامه في الاجال، وكيخليو 4 سنين وخمس سنين رغم الادله دامغه وثابته. ناس اخرين كيديروا شكايات بدون ادله وفيها طعن بالزور، ويحاكمون المواطنين بناء على ما طعن في الزور دون اي خبره، حيت القاضي كيقول لك كيكون قناعه. لا، ما نبغيش القناعه الغير مبنيه على المساطر القانونيه، القناعه الغير مبنيه على دليل مادي او خبره تقنيه. هذيك القناعه كون عندنا قناعه، حتى المتهم عندما يقف امام هيئه الحكم لديه قناعه بانه بريء، اعطي قناعته بالبراءه. لا، ثم مساله اخرى، هادشي اللي اتكلم عليه راه خطير. عندي ولو اني نتكلم على ملف ديال شخص كان خصمي في يوم من الايام، وخصومه غير تافهه، يحكموا عليه عنده شوف. ثم القضاء عندما لا يحقق الامن ملي كيجيك مواطن وكيجيب لك تراجع عن شكايه، كيقول لك انا هو شخصيا ماشي عن طريق محامي، كيقول لك انا تراجعت عن هذا الشخص ولا اصر على متابعته واننا تصالحنا. ملي كتحكم عليه والنيابه العامه تنوض تطالب بالادانه، كاين الامن القضائي هنا؟ لا، بالعكس، القضاء لا يلعب دور في 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 الامن القضائي وفي الامن والسلم المعيشي ديال المواطن. لا، ما بغاش المواطن يتصالحوا، خصني نحكم عليك واخا تصالحتو، هذا ماشي امن قضائي. علاش انا دائما عندما اضرب المثل بالقضاء ديال اسرائيل وكنقولها وافتخر بها، وبالقضاء ديال امريكا، حتى فرنسا ما كان، حتى فرنسا راه في نقاش. هاد جوج دول عندهم القضاء، عندهم بحال الفوق بحال التحت. راك شفت ترامب صب عام 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 ونص هما كيديروا عليه التحقيقات، فاش جابوا الادله جابوه للمحكمه وجهوا ليه صك الاتهام وقالوا نخليك حتى 2024 عطاوه الوقت وغادي نحاكموك. شوف القضاء كيدير،
الى اسرائيل رئيس الدوله مثل اكثر من مره امام القضاء. علاش اليوم؟ لان الحكومه الاسرائيليه تريد ان تغير القوانين، لان ضاغطه، قاضي ضاغط مستقل يؤمن بالحق. ثم مساله اخرى متعلقه باحترام القوانين، انا اليوم اتتبع واحد الملف غريب، واحد السيد دير واحد الجرم. انا ماشي ملي كنتكلم، انا كنتكلم على القانون وروح القانون، ما كنتكلمش على القناعه. ملي دير ليا واحد فك ديال المتابعه برلو ليا بنص قانوني ماشي تحايلي، نص قانوني احترمه وتخلي المواطن كيف ما كان نوعه والعدد ديالو انه يفهم بان احنا راه نسيروا بالقانون. مثلا تقادم في الجناح 4 سنوات، في الجنايات 15 سنة. عندي واحد الملف تابعين فيه 3 الناس، جوج ماليهم مالو، ما عندهم عليهم حتى شي دليل. فك المتابعة في واد، والحقيقة في واد آخر، قرار الإحالة في واد، والواقع في واد آخر. وعندما الدفاع كيقول لي موتي رفع ما احترمتوش الفصل 4 والفصل 5 من قانون تفهميتو، قانون المسطرة الجنائية، وقاضي الحكم ما كيسمعش لهاد الدفع وينقد ماء الوجه ديال القانون. اش من الامن القضائي نتكلم عليه؟ اش من الامن القضائي نتكلم؟ ملي واحد جبتو حاكمتو بواحد التهمه، حاكمتو وعاود جبتو الحاكم المره الثانيه، اش من القانون غنتكلم عليه؟ هذا بان لي انا اصبحنا كفي قانون الغاب، كل الغيب الغاب. هذاك القانون اللي كنفهم انا وكتفهمي انت والدستور اللي كنتكلموا عليه جميع، غير باش نبينوا للعالم بان المغرب على مستوى القوانين والمساطر والتشريعات متقدم، ولكن في التنفيذ هناك خلل. مثلا عندما يتبجح رئيس الحكومه اخ النوش وكيبدا يقول لهم حنا غنديروا زيادات في الاجور، واش كيضحك عليا ولا كيضحك على المواطن المسكين المغلوب على امره، او يتغابى؟ اخنوش من اللي جا مستوى المعيشه ارتفع بنسبه 27% في المغرب، 27%. ملي ارتفع نسبه المعيشه ب 27% عادي انها المداخل ديال الدوله ستتاثر ب 27%، يعني غترتفع 27%، لان دانون كتشري ب 40، يا اخت كتشري ب 40 وليتي كتشري ب 50، ديك 10 ديال الزيت غنادي عليها الضريبه. قرعه مثلا الناس اللي كيشريو سجائر، باكيه تاع السجائر تزيد على 2 دراهم، راه تزيد 4 دريال في البطاقه، غتزيد اوتوماتيكمون في الخدمه. داكشي دي كالكول سهلين. انت خديتي مني 27% ديال الزيادات، وغتمنحني 5% ديال الزياده في الاجور، شحال ربحتي؟ انا دائما متضرر، واخا زدنا ديك 27% غنبقى انا في نفس المستوى اللي كنت نعيش فيه، 27% في الاجور. اذا هذا التحايل، انا اسميه تحايل سياسي وتحايل حتى في المتابعات القضائيه. اذا لا يمكنني ان اتكلم عن الامن القضائي في المغرب، انا شخصيا لا يمكن ان اتكلم. ملي كتجي ما كتحترمش، ما كيحترموش القانون. الناس كيديروا متابعات في النيابه العامه في القضاء الواقف وما كيحترموش فيه القانون. كيجي ملف ديال جريده بلاص ما يحيلوا على قانون الصحافه والنشر، يحيله على القانون الجنائي. اكثر من ذلك، واحد سيد دارت به واحد الشكايه بنسخه ديال واحد الشكايه، تابعوه باهانه الضابطه القضائيه، عنده تنازل ديال واحد السيد، ما خداوش من الاعتبار بان ما كايناش معيانه ديال الضابطه القضائيه، ولكن القاضي يكتب قناعه بناء على قناعاتي، ما كيقولش بناء على قانون، على ان الدليل غير مكتمل، على ان التحقيقات غير مكتمله، ما كيقولوش، كيبني بقناعته. اليوم ملي كنشوفوا القضاء الجماعي
ولكن كاين خط. انا كنهضر جلسه في الدفعه ديال جوج الناس متاكد بانهم معتقلين ظلما وعدوانا، واسميه اعتقال تحكمي وتعسفي، واتحداهم في المناقشه اعلاميه، اتحداهم بالقانون، حيت لا كنهضر بالقناعه. نوريكم انا قناعتي في حوش اخرى كثير، ولكن قناعتي القانونيه اللي كاينه في قانون المسطره الجنائيه هي جوج الناس ابرياء ما عندهمش، ما خصهمش يتعتقلوا. وقناعتي ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. علاش كنعتقلوا؟ ما قاتل، ما هز جنويه، ما عنده فردي، ما عنده سلاح، وكتشدوا الناس. علاش؟ هادي نزوة، نحن اعداء الحريه. وكاين بعض المحامين، انا تناقش مع واحد المحامي في واحد الجلسه، عدو ديال الحريه وعدو ديال القانون. علاش؟ لانه ملي تكلم خرج، دابا هو خصو يدافع على البراءه وخرج، كي ما عند ما داك السيد ليس عليه اي حكم قضائي، وبدا كيقول عليه نصاب وكيقول لي كلام بواحد المستوى دني لا يستحق ان ترد عليه، لانه عار ان يكون ان يلبس بدله سوداء، بدله لها قيمتها ولا قداستها ولها تاريخ ولها نقباء. النقباء ما شاء الله اهرامات في, 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 في القانون وفي الادب وفي الاخلاق. كاين بعض النماذج يلوثونها. هنا غنرجع للامن القضائي في اطار منظومه العداله. الاصلاح يجب ان يشمل كل شيء. راه تكون فيك واحد الخصال وواحد الميزات بحال اللي كتكون في الرسل والانبياء. راه علاش؟ رانا نحتكموا. حنا غدا عند ربكم تحتكمون، غدا غنتحاكموا، نتحاكموا امام الله عز وجل. وهذاك القاضي اللي كنبرك حداه راه يحتكموا للشرعيه وللقانون. فاليوم الامن القضائي في المغرب يعني فيه نقاش كبير جدا، لا يمكن الحديث عنه على امن القضائي، ربما في التقارير، في التقارير وفي الكتب وداك الشيء غادي نقول لك العام فيه. حيت لا تنسي بانني كنت ذو 16 عام وانا في اللجنه الوطنيه لمحاربه السيده السلول المؤثر في الاول في اللجنه الوطنيه لمحاربه السيده، من بعد فاش دار الصندوق العالمي وليت في اللجنه الوطنيه لمحاربه السيده السلول والملاريا، وكنت من الناس الذين يكتبون التقارير، وتذهب التقارير للمنظمه الدوليه باسمي وباسم كاع اعضاء اللجنه اللي فيها الامم المتحده وفيها امم منظمه الصحه العالميه وفيها منظمه الامم المتحده للسكان، والتاريخ يشهد الاسم ديالي راه مدون عند المنظمات الدوليه. ولكن اليوم اللي غنجي غادي نقول لك، وكان الواقع انا ذاك في ذاك المجال الذي اشتغل فيه واقع على مستوى الوطني مؤلم. كان التمييز، كان التهميش ديال المرضى، كانت امور لي خطيره جدا، انك ما يمكنش تكلم على السيده في الزنقه لا تكلمت على انت فاسد وفاسق و و والعزل الطبي ووسائل الوقايه. ولكن استقدرنا اننا نتحداو الوضع ونصلحو. واليوم الحمد لله المغرب يضرب به المثل، ولكن بماذا؟ بالمجهود الذي بذلناه على ارض الواقع. اليوم سنبذل مجهود على ارض الواقع حتى نحترم روح الدستور 2011، حتى نضمن للمغربي الامن والقضائي، حتى المغربي من يكون داخل مرفق عام هي محكمه ما يوقفوش واحد يقول لي فين غادي لا تسنى ليه، مازال ما حلاش المحكمه. حتى المغربيين وصلوا ان قاعه المحكمه توفر ليه شروط المحاكمه العادله، ميكرو نسمعوا، كتمشي ما كتسمعش المدون القاضي اش كيتكلم، ما كتسمعش المتهم اش كيجاوب، باش انا غنفهم بان هذاك الحكم كان صائب او غير صائب. راني مرتفق، والعلنيه الجلسات هي اللي كتضمن الشفافيه ديالها. فامور كثيره جدا اليوم انا اناشد جلاله الملك بصفته رئيس مجلس اعلى السلطه القضائيه، الله يحفظه لنا والله ينصره لنا، هو الحامي ديال هذا الوطن، هو الحامي ديال جميع القطاعات، ان يتحرى عما نقوله، يتحرى عنه. احنا لدينا الادله، وان ننقذ المواطن المغربي، حيت الى انقذنا ليه العداله ديالو وامنه القضائي انقذنا قوته اليومي ومعيشته اليوميه. باش نزيدوا لقدام، الى متى احنا نبقاو في تاخر؟ حنا بغينا نتحداو العالم. الحمد لله فاش شفنا جلاله الملك دشن جوج سيارات ماركات مغربيه فرحنا، قلنا الحمد لله. فاش كانوا كيدشنوا مصانع ديال صناعه الطيران كنقولوا الله الحمد لله لاننا نتقدم. ولكن لا يمكن ان نستمر في التقدم دون ان نتحدث عن منظومه العداله. الخطاب الرسمي شيء،
من المسؤولين عن إطاعة القضاء، ولكن الحقيقة والواقع شيء آخر. يجب أن نتحدى هذا الشيء، حيث لا يمكن أن نسمح بهذه الأمور أن تستمر. فالمطلوب هو أننا الأمن القضائي، وفكرة جيدة أنك ستستدعين أشخاص مثلا الزمن القضائي، كاين لي 50 عام في المحكمة، كاين لي 20 عام، كاين لي 30 عام، كاين لي 4 سنين كلام، وكاين لي 10 سنين 4 سنين ودافع شي كيجيو. هناك أشخاص غادرون لدار البقاء دون إنصافهم قضائيا. إذا هذه إشكالية، الناس وغير شكاية في جبدتو فيها كيخليوها عامين 3 سنين 4 سنين، لا يعقل، هادشي لا يعقل. وكنتكلموا على القانون الجنائي وتعديل القانون الجنائي، وحتى يجب وزير العدل يجب أن يزور المحاكم. كاين بعض القاعات والله العظيم إلا كيجيو الناس وقاعة بحال الحمام، قاعة بحال الحمام، فين هي شروط المحاكمة العادلة؟ وفين هي؟ ما كاين فين يبرك المتهم، ما كاين فين يبرك المرتفق، ما كاين فين يبرك المحامي، فين؟ رجع المحكمة خص يعرفوا الناس الذين يقومون بتدبير الشأن القضائي في المغرب. راه المحكمة مثلها مثل المسجد، مقدسة ولا يجب تدنيسها. راه حرام، تبعت ملفات وقرات محاضر ديال واحد النائب راه محكوم عليه اليوم 5 سنوات. نتكلم على أمور شادة، ونتكلم على أمور التجارة في المتابعات، ها 1500 درهم، 2000 درهم، 5000 درهم، 1000 درهم، قريت دوك المحاضر. هذاك الملف بوحدو استمعوا فيه 4 ولا 5 تاع النواب، تابعوا فيه 2 من نفس المحكمة. فحنا إلى متى غيبقى هادشي؟ ثم فصل السلطات، النيابة العامة راه مؤسسة القضاء الوقف، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية راه مؤسسة هي القضاء الجليس. فهاد الجوج هادو خصهم ملي كيدخل دابا أنا قاضي الحكم داخل ليا من نفس الباب، هو ممثل النيابة العامة اللي درت الاتهام، أنا هاش يجيني في دماغي كمتهم؟ غنقول هادو راه بجوج قرط متفاهمين مع بعضياتهم، هذا تابع لي وهذا غيمشي معاه. ملي كندير شي طلب تاع الصلاح وكيرفضوا الرئيس كيرفضوا حتى هو، كنقول راهم فاهمين مع بعضياتهم. فالنيابة العامة يجب أن يكون لها مدخل مستقل عنها باش أن نضمنوا الاستقلالية ديالها، وقاضي الحكم ماشي نلقاهم مجمعين، نلقاهم كيخرجوا ويجمعوا، لا راه خصم المتهم، النيابة العامة خصم ديالو، وملي كيشوفوها هي والقاضي غاديين بجوج كنقول بدماغي وزعزع الثقة ديالي تتزعزع في الأمن القضائي ديالي في الموضوع كبير جدا. أنا أشكرك جيدا أنك تعطي لي فرصة أن أتكلم ولو أني احتقرت الكلام، ولكن هذه حقيقة خصنا نتكلموا عليها بحرقة، وهذه هي المواضيع اليوم اللي خص القنوات العمومية بدا تتكلم فيها المواطنين، باش المواطنين اللي كيتفرجوا خاصة بالبوادي والقرى والمناطق النائية يفهموا بأننا اليوم خصنا نحلوا حوار اجتماعي، حوار مجتمعي اللي كنتعاون وراءه نضمنوا الحق والمساواة والعدالة والأمن القضائي لجميع المواطنين. نعم عبد الصمد، إذن بصفتكم محللا سياسيا وحقوقيا، ما هي الحلول التي قد تقترحونها ربما للجهات المعنية لتجاوز كل العوائق التي تحول دون تحقيق الأمن القضائي في المغرب؟ أول حاجة تكون عندنا الإرادة، الإرادة سواء على المستوى السياسي اللي هو المرتبط بشكل مباشر بالتشريع، ثم الإرادة ديال الأشخاص الذين يزاولون هذه المهن ويقتحمونها. أن نكون واضح، ألا نعتبر مهنة القضاء، القضاء وما أدراك ما القضاء، مهنة من لا مهنة له، أو مهنة من يريد أن يجني قوت يومه. لأن القضاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة كانوا كيختاروا ناس في مستوى الحكمة والنزاهة، وربما إذا عدنا وقرأنا تلك الأحكام والطريقة التي كانت تصاغ بها كنت كتلقى فيها الكثير
الحكمة ومن الرشد ومن واحد الكلمة تتقال بالعربية لدى الأشخاص اللي عندهم الدهاء في حل المشاكل. ثم ناخذ نموذج من نماذج الدول الناجحة في مجال تدبير القضاء. حنا عندنا اليوم كشي إذا تكلمنا على مدينة الدار البيضاء وهي النموذج حيت لابغيتي المغرب يتقاد الدار البيضاء المغرب كله غيتبعها، هو الاكتظاظ. قاضي عنده جوج يومين في الأسبوع كتعطيه 400 ملف ولا 1000 ملف. ربما تذكرتوا الفضيحة ديال القضية ديال المحكمة اللي صدرات 1000 حكم في يوم واحد، 1000 حكم و ربما غيديرش 1000 حكم. ان اورديناتور يل بيبا ديفلوبي 1000 اوبيراسيون في النهار في 8 سوايع 1000 حكم. فعندنا إشكالية الاكتظاظ. ثم في الشكليات عندنا إشكالية المحاكم. انا صراحة كنشوف الناس كيبغيو يدخلوا المحكمة كيوقفوهم كيقول لي فين غادي كيلقى يرجع فيها، غير قانونية وغير دستورية وغير حقوقية، ما عندوش الحق. خصك تسهر على الأمن نعم، وتوقف ضد الفوضى نعم، ولكن تنظمها من الداخل نعم، ولكن باش تمنع المواطن من الولوج لا، غير مقبولة غير قانونية. بغيتي القانون دابا، حيت انا اتكلم بلغتي القانون نعم. كنشوف حيت الاشكاليه في التنظيم الداخلي ماشي في المرتفق، حيت ملي نجي ندير دي بوغ ندير الجدار وندير دي زاباغي اللي كيتسمع كل واحد كيتسنى الدور ديالو، وندير في ليبيغو اللي كيكون عندهم ندير للناس فين يوقفوا يشدوا نوبتهم، انا هنا انا كندير دوري كمسير كجيستيونير كندير خدمتي. اما من مرتفق حدا الباب نقول لي ما تدخلش، ما عنديش حق، غير قانونيه وغير دستوريه. ثم الشكليات ديال الجلسات فيها نقاش. حنا القضاء الفرنسي الا كان كيدير لنا المكان ديال المتهمين ما خصهاش يبقى، حيت ملي كتحط المتهم في ذاك المكان حكمتي عليه من الاول، حكمتي عليه بالإدانة. حنا ديك الساعه قدام الحكم كلنا مقادين، بحال النيابه العامه، بحال المشتكي، بحال المتهم، كلنا قد كلنا تبركونا بكرامه، جميع المواطنين بكرامه، واخا يكون داير اي نوع من الجريمه نضمن ليه كرامته. شروط المحاكمه العادله، ما نقولش اسكت انت صافي بركه، ما نقولش شكون انت، انا راه امثل مكان هيئه مقدسه، انا كنقول لكم محاكمه بحال الجامع، ما خصكش تدخلها وتنسى، دخل مضي بحال الجامع. علاش تصدر الاحكام تصف المظلومين؟ والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه بين الناس. إذن شوفي الارتباط ما بين الألوهية والربوبية وما بين القضاء. القاضي الأول هو الله عز وجل، القاضي الأول في الأرض هو جلالة الملك. فحنا هذه الأمور كلها خصنا نحترموا الشكليات ديالها، ثم احترام النص القانوني. أنا ما نكذبش عليك، احترام النص القانوني. بحال القضية ديال ثناء، هاد القضايا كثيرة جدا مرت علي. ثم قضية ديال ثناء متهم بالاغتصاب مفضي الى حمل، القاضي سلطاته التقديريه بان لي بان ديك الجريمه كتبغي امين في حدود سنه ونصف حبس. شوفي شتي المشكل، الخطر فين فين الخطر على الامن القضائي وعلى الثقه. قال عجوبا لي امونس بان لي دريه اغتصبها وبقى صغيره ولا دي ان خرجت لولد ولده والثنياني عنده عطى امونس. عندما جاء الضغط الاجتماعي والاعلام الدولي تكلم، وشوفي دابا الخطير باش تعرفين هنا الاستقرار القضائي والامن القضائي غير موجود، وجا الضغط الاعلامي الدولي وجا منظمه حقوقيه من برا عطاو 20 عام، اش حط الفرق وضربوه في 10. والله ما كاين شي واحد يعطيني شنو الاليه اللي اعتمدوا في الضرب ديال الحكم في 10، ضربتيه في 2 قبله، ضربتيه في المسطره من 5 ل 10 سنين ماشي مشكل، ضربتيه في 20 كاين خلل في القناعه. اذا ديك القناعه خصنا نقيدوها، نديرو على رقابة ومجتمعية. الحلول هي أننا نفتحو ورش حقيقي ماشي مع القضاة، نبداو نديرو ورشات جهوية ونبداو نتابعو ونقولو برين ستورمين ونبداو نقولو لا لا، مع المواطنين والمجلس أعلى السلطة القضائية يكون ممثل في شخص واحد،
وكاع المؤسسات يكونوا ممتنين بما فيهم الضابطه القضائيه التي تساعدوا النيابه العامه، ويبركوا مع المجتمع المدني الجاد، ماشي اللي كيفبركوا وكيقادوا وكيديروا مع الشراكات، لا الجاد. وقول لهم ديروا ورشات وناقشوا ونعطوا الحلول. هاد الحلول راه كاينه، هو اننا نقادوا الشكليات ديال المحاكم وديال القاعات ديالنا ونهيئهم ونجهزهم بوسائل مريحه للمرتفقين والقضاة والنيابه العامه بما فيها لي ميكرو لي اوبارلور داكشي باش الناس يسمعوا. هذه وحده. ثانيا اننا النص القانوني نقدسوه ونحترموه، ما ندخلوش للضغوطات. النص القانوني نحترموا النص القانوني. السيد ما عندوش المتابعه لان فيها التقادم ما نديرش متابعه، واللي بغى يتفرقع يتفرقع، يخرج الناس للزنقه، ملي يخرجوا للزنقه يحتجوا كاين الامن يدير وظيفته. ولكن تما غنحسوا بان هناك مؤسسه تحترم القانون. ثم مساله هي مهمه جدا، الدعم المالي للقاضي باش نحميه، نحميه من المغريات اللي ممكن تقدم ليه، نعطيه اجر جيد، نعطيه مسكن جيد، نتهلا ليه في وليداتو وما نعطيهش التقاعد، حيت ولات عندنا واحد الظاهره، قاضي فريد ولي محامي، لا ما يكونش عنده التقاعد، القاضي راه قاضي، ما حدو كيكبر في العمر وكيصدر احكام الا وكتكون عنده تجربه كبيره وخصو يستافد انا منه، بلاصه ما نعطيه جوج جلسات نعطيه جلسه وحده، ما كاينش التقاعد عند القاضي، نتهلا فيه كيما بغى. علاش؟ ما حدو كيكبر القاضي وكتكون عنده تجربه كبيره جدا، ممكن يعاون ويساعدني في تطوير منظومه العداله. ونحاسب، ربط المسؤوليه بالمحاسبه، ماشي فضائح كثيره مرات علينا، الفضيحه ديال الوداد ديال الاطلنطيك بيتش. نعم. فاش تلقوا تصوري معايا تابعوا في حاله صراح والملف ما فيهش لا تقادم لا سبقيه البت، والملايير تقريبا شي 90 مليار ديال المواطنين، تلقوه فاش حشجوا المواطنين ردوا شدوا. اش بالقناعه البارح اقتنعتي تابعوا في حاله صراح، اليوم اقتنعتي بالاعتقال ديالو ولا حيت الضغط؟ لا، المحكمه قررت لا يجب ان تردخلي الضغوطات تاع الشارع، ان تردخلي القانون والمساطر القانونيه. عندك شي دليل احكم به، ما عندكش دليل برأ الناس. عندك في القانون كيعطيك شي حاجه فيها التقادم، عطي الناس البراءه ديالهم ورفض الطلب، دير القانون ماشي العبثية في اتخاذ القرارات. اذا انا اقول واكد بان الامن القضائي للشعب المغربي في خطر، ويجب اليوم ان تتدخل جلاله الملكي بشكل مباشر، وان يوجه ماشي المجلس الاعلى للسلطه القضائيه باش يعطيك تقارير، لابريكاد اللي كنعرفوا كلنا بالبري تمشي وتطالع على هذه الامور وتشوف الوثائق وتشوف الادله وتشوف البراهين وتشوف كيفاش كتقاد الملفات وتشوف كيفاش كيبت القضاء، باش ان جلاله الملك هو اللي يتخذ قرار، وربما نشيده ان يعين ولي العهد الامير محبوب مولاي الحسن على هذا الملف حتى نضمنه، حيت الى صلح القضاء صلح كل شيء. السياسي ما يبقاش يقدر يدير يديه في المال العام، الموظف ما يقدرش يقدر يتعامل يهين المواطن، المعلم او الاستاذ داخل المؤسسه التعليميه غايب يعطي التحصيل الذي يجب ان يعطيه للتلاميذ، وغنوليو كنعيشوا في واحد المجتمع سليم، اليوم ما كنعيشوش في مجتمع سليم، اليوم كل شيء باغي يدير كل شيء، ما بقاش عندنا السياسي وما بقاش عندنا، ولا عندنا راس مالي هو السياسي والطبيب هو السياسي وكل شيء باغي يدير كل شيء، هذا الشيء ما كانش. انا كنعرف السياسي كيبقى سياسي، واغلب السياسيين اللي كنت كنعرف تشوفو فقراء ما عندهمش فلوس لانه ما كانوش كيديروا التجاره، كيديروا السياسه. دابا لا، عندي واحد امبراطور ديال الاقتصاد باغي يدير السياسه باش يحمي الامبراطوريه ديالو اللي بحالو، وهذا كارثي، لان ملي كيولي كلشي كيدير كلشي كنطيحو في هذا الوضع ديال الميوعه اللي حنا فيها اليوم، فنبغي نخرجوا من هذه الميوعه، وانا متاكد باننا سنخرج منها، لان راه لينا جلاله الملك ملك يريد ان يسير بشعبه الى الامام، ولكن جنود المقاومه كانوا كيلعبوا لعبهم. دابا اليوم الحمد لله حنا فرحانين، شنا جلاله الملك جا للدار البيضاء ومشى لطنجه ودشن، فنناشده اليوم حنا معاه، حنا نقول جد نحن معك،
كيف ما كنا معاك في 2011 والتزمنا معاك وخدمنا معاك في الميدان وعرضنا حياتنا للموت والخطر باش اننا نقودوا هذا البلد، نحن ما زلنا مع جلاله الملك لنخير هذا الوضع وننزل دستور 2011 كما يجب. نعم عبد الصمد، اشكرك على كل هذه التوضيحات، ويبقى دائما تعزيز الثقة في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة الحق والقانون والرافعة الأساسية للتنمية يبقى دائما تحديا وجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف المجتمعات. إذن أشكرك عبد الصمد مجددا. بهذا سنختم هذه الحلقة من برنامج كومنتير، ويبقى تعزيز الثقة في القضاء المغربي باعتباره الحصن المنيع لدولة الحق والقانون والرافعة الأساسية للتنمية يشكل تحديا وجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف المجتمعات. أشكركم مشاهدينا على حسن تتبعكم، وأضرب لكم موعدا مقبلا في حلقة أخرى الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.